زويس في سوم واحدة خليني استفتح. هذاك لازم عارق وقعدت في الكوروندير الليلة أعمل غلفة بدوي الفيس وتفكرني منيق الجابوني ولا يا فار. شبيك سد علي ثنيسة؟ إيش تشبح فيها عندي مقايرة؟ تحب تشريني في واحدة أخرى؟ يا ما أعمل بالعاني شنو العبيد بالذريعة تحب تأديني بالقريب متاعك؟ يا ليتها قريب برك حشاك عندي مخنق. مال فينومينات في اللافيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. بربي عندكش حاجة نزلت سيف؟ مش معقول. لازر؟ لازر عروش هكا ولا ليه؟ هو بعينه لازر عروش اللي كنت نقل عليها كل عام في الدفارات. لا عرفتك من النظرة الأولى وما حبيتش نقول لك خفت عليك لا تضيع من فرحة. مرحبا 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 مرحبا. تي وينك يا راجل؟ لا 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 لا. سمحني والله ما عرفتك. تي عنا 20 سنة ما تقبلناش يا راجل. إيه. ماني زعما كبرت لبرا. في لحظة تجلي وعي تاريخي قررت الروح. يا خويا صح لي سمعت بيك تعمل في البحوث وشيختها بالدبلومات تي أم حتى لهجتك ما بدلتاش والله ما قصرتها. ليش ندني يا راجل؟ ماني باش نتفاهم مع العزوز على الجيل ما تحسنش لغات حية أخرى. هذه مفاجأة كبيرة يا لازر يلزمنا نعملوا لها قاعدة. يا حسرة على كلمات بتاع الليسي في السكوندير وكل حكايات بتاع الانترنت. وكل فرازة اللي كنت تربي فيهم قل لي مزد مغروبة؟ بيان سور دائما وابدا مستقبل الانسان هو الحشرة. شنو هي هذه لازر؟ لبتنو تقصادي سيملينيتا وميسيسي بتاع البطاطا عاني محل جاي ورجلها هكا. ملا اوريجينال لازر تي وقت شو لي سيريو يا راجل؟ مي جو سوي تري سيريو. اللي ما ثبتش في الحشرات مليح ما ينجمش يفهم احوال الانسان. نايم يتحقق اللي ابن خلدون قدام لا يوصل نظريته على العمران البشري كان يثبت بارشا في الحشرات. سيت اون ديمارش بيو سوسيولوجيك. تعرفش كيفاش؟ توا نصف النهار نسكر ونجي. هاي تفضل تفضل بزر. زيد فضلك يا شيخ. مرحبا بيك. اقعد من غير. بسم الله. يا والله لازر عروش يا والله لازر عروش. عندك مدة على الماكله تاعنا ها؟ بيان سور. هاي تفضل. هذه سلطة مشوية هوني باين. وهذه واش؟ هذيك يا سيدي كمونية. كمونية من يدين اختك هند المدام تاعي. قداش الدنيا تجري يا لازر. ماني عرست وعندي طفلة في السيزام وطفل في الروضة. اسكت بركة. وانتي؟ لا خديت مراه ونزلت معايا لفرنسا. نهار نهارين تقول لي بابا جاي في الطيارة باش يصوتك. عدينا مع بعضنا عامين كوني نوكلك. جابت لي بنية ومنها طلقنا. واخر المستجدات. شديت شهير في بوفردة من اجل الفرار بمحظون. سمحني لازر كان حيرت لك مواجهك. مشكلة مشكلة الواحد يتحرم الاستقرار العائلي. زواج مرضي يا حسين من مضاعفاتها انك تدخل في علاقة مع اشكال يسلطوا عليك ويلهوك على دف متاعك في الحياة. مالا في زيارة وراجع لفرنسا؟ لا لا قاعد في تونس. ترشحت لخدمة في مخبر تابع القطاع الخاص وما خدفتش ليا. زمني نعاود نحول. عجب والله عجب. انا كان جاي عندي الباكاج متاعك والدبلومات اللي خذتهم انت ما نرجعش. والله ما نرجع. الدنيا فرص يا لازر يا اخويا فرص. طلقتني نجلة بتهمة كوني جلف وعنيف. خلقت لي مشكلة فلسفية. وهي كيفاش وصلت لأعلى الدرجات في الاختصاص العلمي متاعي ما تفطنتش لكوني جلف. ان فري بروبليم. قعدت 3 سنين دايخ كل معلق من كراعي. كرهت الخدمة ونسيت بنتي. وصلت نيس وانتي فيك نقول هذايا قضاء وقدر. والعالم مريض ما يشفيه شيء. وزيد الحضارة اللي كنت نخدم فيها غيروا عليها التجار.
قلت نرجع لبلادي وبفضل قيمنا الإنسانية الأصيلة نعاود بناء التوازن الداخلي متاعي. سيت اون ديمارش ثيرابوتيك. خسارة يا نازر خسارة، قاعد عقد في الأمور ماكش قاعد تتبنى في الكمونية. اسمع تو يلزمك تلوش خدمة. الفلوس مش هي اللي دفي حسين، دايماك تعرفني تربيت على القناعة والبساطة. المهم عندي أني نعاود الكيان متاعي كإنسان وكرجل علم وكعاقل باحث. غير نفاغ يلزمني لابوغاتوار. يا نازر يا خويا عندك برشا مشاكل. حاج العربي سواف ومأدرك، حسبتها كيف باي ونشبح لي باين كبير. خايف ثانا بن محسن الأخير على الدنيا، فين باش نهرب بن محسن؟ يحرم علي البر ما نخدمش فيه. اهدي اهدي يا جميلة بنيتي اهدي، هاي الفيرمات على اليمين وعلى اليسار من هنا برج محجوب، ماكيش باش تبطل الخدمة. هذه مسألة مبدأ، متعايش محسن يحرض علي الناس ولا يضغط عليهم باش ما نخدمش. محسن مرض ما بريتش منه حتى بطلاق. حتى هو باين عليه ما برش منك، كل حد وده. نين حب لازهر يدبر عليه اش نعمل؟ حتى لازهر تانا واحل في هم بنت، عند أكثر من شهر ما بانش. محسن كتافها سخان ومالي صحاني ناي، هي قليل تويل وزيد من فوق يختار علي قصة حب مع المنصف ولد الصواب. ذيك علاش الحاج العربي تكلب علي خايف على ولده؟ بقال عقله ناي الرجل على الجملة عفته. ابنيتي راكي تنخفضي، مشاه ربي يدخلي ارتاحي لداخل. منين ارتاح خير؟ منين؟ راني براسي بالدنيا والدنيا ظلمت في عيني. عندك ولادك ربي يفضلهولك، تو يكبر ويوقف ليك. هذاك سبب رخصي، نستناه يكبر ويوقف ليا. الجاي هي ما ذقت مرار، والله عقلي يقول ليا نسلم له فيه وناخذه ولد الصواف. مامي يحب الغوره في هالبلاد، نغور عليه المنصب ونفكس مرارة محسن ونربي الحاج العربي اللي صحتني من فيرمته. جميلة ريدي راك وليتي تخرمي، واش تغوري على الراجل؟ الحرقوس والحمير راهم سلاحة خالتي، منايا يعطيني بقلة ما استعملتهمش. أفضيحتك يا جميلة، الحرقوس والحمير وجدني بيهم. لا لا عايد جميل، لا لا عايد، وليتي في نص آخر ماهوش ينصنا. سي لازهر مرحبا، تفضل تفضل، انت ماكش غري. مش حوالك يا حضري من لهني؟ لا لا ما ثم حتى حد في البيت، خرج الكل. كيفاش خرجوا؟ اليوم الموعد نتاعي مع منال. خويا ما ندريش عليهم، وعد الله عليكم قعدتوا تعانوا. اش باش ندني انايا تو؟ نقوم انايا ثاني نشكي بيهم كيما شكوبيه ونحشيهم في الحبس. عندي اكثر من شر مش محتاج طفله منال. والله حتى هي نجله الربايه حالتها تسخف. لا ما ضريتهاش، وانت في علمك بكل شيء. مكتوب حتى هي رجعت على روح وقالت لازهر ما عمل لي حتى شيء، وقالت لازهر ما ضربنيش ورايحة بتزورك في الحبس. قداش ناس ملاح بيت الطيب؟ حتى انت ثاني وليدي ما عرفتش كيفاش تصير معاه. نعرف اللي انت دافي وناس مليح، لمكن انت يلزمك تعرف تتحدث مع الناس هذوما. واش قلتي لي نتحدث كيف الجرمان؟ يا وليدي هذوما ناس يحسوا رواحهم فوق العباد، انت اعرف كيفاش تتكلم معاه. تو بالله تجي في وسط مجامعهم وتقعد تحكي على امك كيفاش تحش في الخبيزه، حديث ضايع. يا لو خبيزه حتى القوره دنا وصلات. دي ماناش نحكوا على القوره تو، ولا قسمه الغبيبه نتاعك يا وليدي، راك في المرصة ماكش في المسكات. باهي باهي امشي جيب لي شربه مي شي احتي لي ريقي. انت ثاني كان اعطي ربي راكي لابسه ماليه كيف امك وجداك وشاد البر نتاعك. بالله لا هكاك ما تسالنيش نلبس ماليه ولا شارط، ضاع حقك من التفريم نتاعك. هقعد انا نجيب لك الماء. خويا في شكون تستنى؟ ما فما حد هوني. على بالي هاي الكليب، عرفتك انت من المره الاخرى تموت على الزنس لطيف. انا الله غالب خوك نهبل على الوهره، شفتهم الكليبات هذوبا كي نبدا نحوس بفلاش في الافينو تقولش علينا في فيلم جيمس بوند. وملقحي الكلاب يزي يا فوزي، يزي يا فوزي بلا غلطه. شو الكلام هذا؟ ما يجيش الكلام هكا مع الرجال. المره الاخرى تقول لي ناقصين فيتامينات وتوا تقول لي ملقحين ولا لا؟ كان يسمعك مولاهم تو زيد يحبك يا ولدي. اعمل سين حلو خاصه مع الكلب هذايا، تو تشوف كل يوم تولي تدخل المنال من غير وقت. ما انت اللي غالب ناقصك البراتيك. مبلحق بستونيني عند سي طيب الشواش هاك، طلعت من العيال يبكي عليها مناية. ايه وش اسمه بيك؟ مش يو فلاش؟ ايوه هكا خليك الوهت تسال فيه باش تعمل لي محضر.
ها خلاطت انت؟ مرحبا مرحبا، تفضل سي لازم. قلت لك شريبه مية حضرية، دايما نشربش العصير في بيت الطيب. صفي قلبك يا راجل، هذاك جو دو فروي من العال سارح عليه حضرية وحدها. هكا مازال فما شكون يحبك في الدار هذه. يا عاد خذ خاطرها. وفيتش توا مثل الخبيب نتاعك. ناي سارح على جي دي فروي. رسمي نجلم السر اللي كان انا. قلت لي كلمح لي الازهر اللي هو مازال يحبني، راني هربت معاه من الدار هذه. هو لما حاله كل حد وذوقه. اما راي مازال تحبك. شوف سي الازهر، المغز الاغماج وعدي، اما في هذه عندها الحق. وين هنا عنب طول خطابه وليدي ولا يتساقطوا عليها. تلقى الخير، المهم تسيب لي يا بنتي، هي تعرس وني نروح بمنال. هاك وليدي يشرب هاك. تكثر خيرك ويرحم والديك، العطش ارحم. هي بخاطركم وعد الله عليكم. هات هات وش بي وش بي سيب سيب هي سيب. والله لا يجيك على مدلغس سرحه عجي. خلي شويه خلي شويه، اقعد فيه. يمشي قول عارفك المنصر محسن الريم يسلم عليك. قدت ثم شرب يا في قامة الصواب. والله ما ثم جربوع كان انت يا خميس، وثانا جربوع اجرب. اجدني تليق اجمعي باش نتن فمك معاي. مش عليك الكلام، اجرب يا لدي. عيلة الصواف برجالاتهم بنسوينهم بذراريهم أسيادك وأسياد محسن اللي خدم فيك. والله لا تحش تكره محسن وخيره مازال في كرشك. ولا على الجار ضربك كوتي بي جابك في البر. لا ضربني بكوتي بي، انشد العزوز أما فتيمة زعما أنا طلعت لبزيزة فركة. واحد ما عندهش يهمة يعذب في ولية يحب يقطع له خبزتها. هذه رجال هذه كان جي فيه الخير ما تطلق. دافع على جميلة اللي تحل في عوناتها وتحمر في خير بيتها، لابسة لها فيس الصيادة وسروال محزوم. طلعت موس. لا قدم قدم يا سيد الخنقه. جميله ارشل من محسن اللي ريت بعيني سكراني نوح عليها في الفوسي، وبحذاه راديو يغني اهواك واتمنى لو انساك. اقعد اقعد بريد على كرسي. انت قطوس وحرام فيك ضربه موس، وكانك على اولاد الصواف. البارح في الايام وين البس الصبات، اليوم تجبد في اولاد العروش، تلحق لهم انت اولاد الصواف. مال اولاد العروش محسن جاب خشمهم في الغياس، ولازم على زميلهم الحاج الصواف يترد جميل، ولا عاد ولد ليهم لا بكره لا. أواخر سي المنصر، أخي قاعد تسمع وساكت؟ والآن نشكر كل الإخوة والأخوات اللي عاونوني على أداء مهمتي على رأس مصلحة البحوث والدراسات في أحسن الظروف، خدمة لصالح المؤسسة. ونتمنى كل النجاح لسي شكري اللي تفضل السيد رئيس مجموعة جروباك وسماه في بقتي، وهو على كل حال رجل كفء وواحد منكم. ونتمنى لكم الكل النجاح، السلام عليكم. هكا راس الثوم طلع من تحت راس البصل. سيدي رئيس مجموعة جروباك، سيدي مدير مخابر الصناعات الغذائية، أيها الأخوة الزملاء والأخوات الزميلات، نتوجه بالشكر رئيس المؤسسة على ثقته في شخصي وتسميتي على رأس مصلحة البحوث والدراسات خلف لزميلي وأستاذي ستار الخالدي، كذلك سيد مدير مخابر سي المنجي والهيئة العلمية اللي زكت الترشح بتاعي. وبهالمناسبة نطلب من الزملاء والزميلات باش يتعاونوا معايا، وإن شاء الله ما يراو مني كان الخير من أجل النهوض بالإنتاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا الحفل البهيج نحب نهني الأخيان والأخيات باختيار سي شكري الدعاس على رأس مصلحة البحوث والدراسات، وكل ثقة بأنه سيكون أحسن خلف لأحسن سلف، وأعني بذلك ستار الخالدي اللي تعرف بحزمه وبكفاءته وكذلك بأيديه البيضاء على هذه المؤسسة. عنده سوكي وشفع أسحاق من ترافيك اللي يعمل فيني التالي مع زميله السيد المدير الذي أباه إلا أن يترك مهامه الكثيرة باش يشرف على هذا الحفل البهيج. ونحب نوعده أمامكم جميعا بمزيد العمل والحرص والتأكيد على جودة الإنتاج وخاصة التحري في التحاليل، حتى نبرهن فعلا أننا نستحق الثقة اللي يضحى فينا. توا نحيل الكلمة. تفضل تفضل سي محمود. شكرا سي منشي. بعد تهنئة لرئيس المصلحة الجديد
وشكري لرئيس المصلحة السابق. آه وكالباترون الكبير ما كرهمش بالاسم. ذيك معناها راهو يغزل عليهم. منتوج وتوخي الدقة في التحاليل. إنما عندي شيء نحب نضيفه. هو أنه أتقن الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه باهي لمرحلة لكن ما يكفيش. نحب نقول لكم اللي ما حناش وحدنا في الساحة. فما منافسة وقاعدة تقوى. منافسة داخلية وخارجية. ومن هكا يلزمنا نتجاوز المحلية في المقاييس ونرتفع للمقاييس الدولية. ولهذا لابد من الإلحاح على البحث العلمي واستنباط طرق جديدة في العمل والتفكير كذلك في منتوجات جديدة للشركات. وفي هذا الصدد نحب نعلمكم اللي مدى بي ننظم من هنا لستة أشهر ندوة دولية حول التقنيات البيولوجية الحديثة ونحب يحضروا فيها أكبر المختصين في العالم. والمؤسسة بتاعكم هي اللي كلفت باش تكون بطلة. شكرا على انتباهكم وبارك الله فيكم. مسك بالخير أخوي. مسيك. تعشيت؟ أغرضيش في العشاء. مشيت لأمك. مشيت. حاولتها باش تروح ما بيتش. قال هالمحظية تشبع بموليها. بعد المعاد السامع كلام. كلامي هم عاد عجب حد. استغفر الله باي. الكلمة كلمتك وانت تاج روس. اي لا تاج روسكم هاي. هاني قعدت البوم فيها وحدي. خوك رضا قال التجارة خير عامل لي كميون وهو من سوق لسوق. وانت كنت عدي في تونس اكثر من تعدي لهنا. هاني لقيت الخير فاك الدرويشة مريم تخبز لي في الكسر. مش تندم. قضية الفيلم ما توفيش. نحبك انت توسع بالك ما تحط شي في خاطرك. ما اشتعرك لنا العزوز يهديك. اوخ. وني عاركتها. اي ناك نقول لها كلمة تدرس عليا ها ومم الفرجة في التلفز وسمعنا الراديونات ولا تعرف الحرية قالت لك غاضها حال جميلة اما انا ما غلطتهاش المحظية تحلف علي انا بليمينات يما معاشرتك عندها 40 سنين يلزمك تكلمها بشوية لين ما فيها باس حتى انت باش تربي وانا ولدني لها سيدي قلت لها اختينا من جميلة مرأة رجلها واحد من السجرم يدور بحصان ومكرون الواحد يتقي شرها احسن أما خير ولينا نوقذ على واحد منكم ولا يحرق لينا البيت سمحني باي هذه مش فكرة جميلة مطلقة من رجلها وما عنديش عليها حق تحبنا نعيشوا في الخوف من واحد مهبول مهبول سيدي يا قلتها فمك والمهبول ما تعرفش وش يقول لها بال وش لزت على محسن وش لزت عليه نحن يا ولدي مرتها مش بتضيع بالشر كان ما خدمتش معانا البر واسع وعريض يهديكم في هذه ما عندها الحق جميلة امرأة عاقلة وخدامة على راحة ما يلزمش خلوا بها مرأة ولي قليل طويل تويني المروه والنغرة أثمش نغر ومروه مع الكرتوش محسن تورى وذبح وعامل فيش تعجيل خوفك اللي انت رغمت على حبه الناس تتكلم في القهوة أبي يلزمنا نطلب السماح من جميل وبالبونت وترجع تتلهيب الهوش نتاعنا وانت تروح بالمحضية وش ندري لك أطفل تحبني نمشي جميل وقولها سامحيني يا خويتي راني غلطت ولا قولي ثاني نمشي لأمك نكب على راس هما خير ولا نعيشهم دنكسين روسنا أبي لا أبي ولد فتيمة يقتل منكم واحد خير عاد والله المد خير أبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ودي انت لك ما زلت صغير وما تعرفش الدنيا خال هالمحظية تشبع بماليها صباح الخير سي الأزهر نهارك زين سي المغزى ها شنو حوال منال الأمور في الجبن اقعد اقعد مالي نحكوا شنو عليكم قادنا ما بهاها مالي ما مات لا فيك بس أخي يهون عليك الجمال هذايا كلها تحبسه كما نحبسش الجمال في قفص ونهبط للسوق راس الشهر تلبسني الميزيري يا اخي شنيه هي شهريه الطيب نسيبك ما تكفيش الدوره وعطله وحرس واقر سكيفي يلزمني ندور الزيرو شويه يمام شويه عصافر وحيد همستير كيف هذا تفرج ما شبه وغسر هذا المغر ما يدفعوا فيه 50 و60 دينار على الشبوبيه نتاعو ثلاثه كعبات يدوروا في ديار الهاي وبس شوفك الكلاس وكل وقفه ميزو كريستوس اوراتوس سنو اللي كريتو مانيتوس هيا ما تعملناش تلابس على السلعة سي لازاري صح عليهم الحيوانات مدبرينها عجل شعورهم بالأبوة والأمومة غالبا ما يكون كثير واش كيهمنا نحن البشر نقوم كل يوم على صوت منال في وذنية نتلفت ما نلقاهاش تعرف منال مرة عجبها وحيد همستير حبيت نهديهولها شعرة وناس طيب طردني من الدار حتى نجلة زادها مغرومة بيهم غير الله غالب ما تنجمش تربي منهم الله يسامحك باش تحببني في الهوايش اللي عجبت بنتي قول لي المغزى بلحق نجلة باش ياخذوا لها راجل اي انت مغروم وليت حبايب صبني على راسي ما يسالش
اسمه سي حمادي، واحد ولدنا ناتي ويخاف من امه وناوي يا اخو نجله. ما ربي يستروا منها، ربي يستروا. عندها بلاد اكثر منها بلاد من البنتك. باش يعمل واحد يا اخي، ما يلزمه يتزوج باش يكثر هيك. ومنال شنو موقفها من الموضوع؟ شيخه مع سي حمادي يدلل، وهي مره في الثانيه مره في الشط، ويظهر لي بدات تستنس بيه. مستحيل بنت تستنس بحد غيري. شويه سي لازر، رجعت لنا السلعه. الراجل قال لك عنده حصان عربي وبنتك تغرمت بيه ولزمت عليهم كلهم يهزوها للثانيه. هي انت مالك تشري حصان زيد؟ قداش يعمل سومه مال هويشات؟ الكعبتين يمين ب40، والهامستير على خاطر انت متوحش بنتك برا 50 يزي. اي شد يا بابا، يا بابا 90 ضربه واحده، هذو ما تستحق عليهم بوس. سايب سايب ليش بوس من غير مزيه. اش تعمل؟ اش تعمل صحيبي؟ عليها هكاك؟ عليها صار انت طلعت من جماعتك اصدقاء الطيور؟ عليها عليها يا اخويا هكا كعبتين فوند وطيشهم. قول لي زاد الهامستير باش تلوحوا، حرام عليك والله حرام عليك، هذا ياكلوه القطاطس. الهامستير مشني ملوح. يوسف شنعمل توا؟ جو كالكول كوا؟ باقي تنشد فيها على خدمتك؟ هذه امور تعمل فيها كل يوم، تحمل مسؤوليتك يالا. شبيك تعقدها فيسع يوسف وتبدا تقول في كلام كبير؟ تحمل مسؤوليتك وركز على خدمتك اتسيتيغا. اون فيت انا حبيت نجبدك بالهدره. فاش قام تجبد فيا بالهدره؟ هكا خاطر ما يجيش منه نبداو نخنو فرد بلاصه ويبداو هازين خشومتنا على بعضنا. تو سي او فون قدرك ياسر، وبرا تفرقنا نجمو نكونو حبيبات كوبان كوبان. هذاك لو كان جيتني بصراحه وقلت لي فلان وفلان مكتوب بيناتنا وراني مايله لواحد اخر، اما انت عملت علاقه مع سي شكري وانا كيف سيدي هدنا الناس الكل في علمهم الا انا. صعبت عليا، ما لقيتش كيفاش نقول لك. انت عندك الحق، انا ما حقنيش، اما كان ما تصفيش قلبك باش نولي نشعر بالذنب حياتي كامله. بالله كمل الكالكول نتاعك يا مدموزيل، ما عادش بكري. دموزيل؟ حتى اسمي ما عادش تحب تنطقو؟ عطف يا يوسف، عطف. به حتى انا زادت نولي نعيط لك يا مسيو. صباح الخير يوسف. صباح الخير. نجم نحكي معك كلمتين؟ تفضل. يوسف ما قلتلكش يحبني بالسيف ولا هنيني بالسيف. حاجه برك نحبك تعرفها، اني نقدرك. اوه رسائل الشكر هبت عليا من الصباح. ان شاء الله خير. انا مانيش طالب منك باش تعاوني في المسؤوليه الجديده اللي عطاوها لي. ماذا بيا تقعد علاقتنا عاديه في نطاق العمل باش ما نثيروش الانتباه بتاع الزملاء. يا شكرا، نحب نقول لك اللي ما عملت حتى شيء يثير انتباه زملاء ويخل بسير العمل. ومن حيث انا تهنى خدمتي تمشي حسب التعليمات والتوجيهات اللي مسطرتهم الاداره. بارك الله فيك. ما هو في بالك بالندوه الدوليه اللي رئيس الكروباج يحب يعملها حول التكنولوجيات البيولوجيه وكلفنا بتحضيرها؟ في بالي. انا اقترحت اسمك ككاتب عام لجنه التنظيم اللي كلفوني برئاستها باشراف سين مونجي، ونقترح عليك زاده تشارك ببحث. حاب نسالك سؤال، شيء هذا تطوع ولا تبع خدمتي؟ تطوع، انت ماكش ملزوم. ما لا بارك الله فيك، وعفيني من عضويه اللجنه ومن المساهمه ببحث. كيفاش يوسف؟ ما تشارك الجمله في الندوه وانت مغروم بالغشاشه؟ بلاش بيك، المساهمه حاليا ما تنجم تكون كان ضعيفه. بارك الله فيك على ثقتك، اما انا عندي اقتراح اخر. كنت تتصلوا بالازهر عروش اللي قدم ترشحه معك، انا يظهر لي نجم يعمل حاجه في اعلى مستوى. على كل حال تنظر في اقتراحك، وانت بارك الله فيك. صديق خير عم سمي وكنتي بلاستك الشكر الغدار اللي ما يستاهلش. اخي ما عندكش معارف ولا كتاف ولا شمن غلبة؟ عندي واحد صاحبي واصل ياسر اسمه المغزل، اما خسارة في سكتور اخر. اسم محمود عبد العاطي الكرون باترون، ناس مليح ويقدر الظروف. ما عندكش شكون يحكي معاه؟ لا يا لطيف، مال هذاك علاش ما سميوكش؟ خاطر ما عندكش معارف صحاح. ما متخافش منه وكا شكري، بابا راهو ما ثم شيء، طالب بحقك وفهم وقدره. خاطر محسوب اعضاء اللجنه الكل قالوا لي انت تستحق البوست. بالحكايه مشكيت الله اعلم كيفاش. قويين يا خي قويين، يقوى عليهم ربي. اوك الباب اللي مقابل. كثر خيرك. بون شانس. ميرسي. تفضل. صباح النور.
صباح الخير، ايش عاشتك؟ حبيت اتعرف على سيد رئيس المصلحة الجديد. شكون سيادتك؟ الازهر عروش. الازهر عروش، اسم هذا سمعته. وش انت؟ وي ناي هو المترشح لمواتش الحظ لمصلحة البحوث والدراسات. الله غالب، المسألة تتجاوزني. الحظ المرة هذه حلفني انا. وش بيك تتكلم على الحظ؟ انت اختاروك على الكفاءة متاعك، صح عليك ولا ناي غلط؟ لا لا ماكش غلط، اختاروني على كفاءتي. وانت ايش بيك قايم تبحث فيها؟ كيفاش دخلت لهوني من غير موعد؟ ايش بيك شكلي تعيط صيح كواسي الكلوار؟ يعجبك وخيتي؟ ما قاليش حتى تفضل وقعد. وخيتي؟ شكون السيد؟ هذاك قالك سي الازهر عروش اللي كان ناوي ان شاء الله ياخذ المصلحه بتاعي. نو سي با فغي. غريبه والله غريبه. ذي الخطر الثانيه في البوطه ذي يشبح علي وتفيقوا بالضحك ومن بعد يقولوا سي با فغي. سامحني عندي برشا خدمه. يظهر لي معنا ما نحكيو مع بعضنا. ليه بربي شكري خليه يتكلم. هدرت حلوه ياسر. كثر خيرك يا مدام. هاو كان وصعب. عندي طلب صغير. يا سيدي مبروك عليك مصلحة البحوث والدراسات. اما تنجمش تعاوني تكلم عارفك. ما يحبش يهز عليا التليفون. في مخصاش نتكلم عارفي. انا عملت كوتو ديفينيتيف تو عندي 6 اشهر. ومعامل على هالخدمة. وكيف ما كبرش ليا؟ قعدت هامل في اللونش. نحب ندبر الاخر شيف دو بروجي. لازم عندك مشاريع بحث. بالحق شكرا مسيكني سخف. كلم سيمونجي شوف له اميني بروجي حتى ميتون. فلا. صيف وقت. اعطوني تريكينا في لابوغاتواغ نخدم فيه. انت يا خويا سيرك اللي فيه علينا راك. وتو سامحني من غير ما ترد. واش بيك؟ واش بيك؟ جعد؟ هاك يا خويا اش بيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكون يكلم؟ اني با نورمال. وعلاش خويتي مش نورمال؟ كلم في صديقي عاشور، افطن منكم الزوز. واه عنده فار اسمه عاشور، عنده فار. اخرج علي. هذا ما يكون بعده كان يوسف. توريك يا يوسف، اخرج علي. اش ثم سي شكرا؟ عيطوا للسيكيورتي، دخلني الهوايش للمخبر، هذا شيء غير قانوني. خرجوا عليا. يا ولدي سيف سامحني. يا ولدي عم السير مش فار. والله يا فار عم السير. قوم. هلا هاي من هذاك يزي توا تعبت وعرق انكوغ تنتو انكوغ. خذ انت صورها وانا توا ندرجح بها. ايوه هاي نجلي منين؟ نعم يزي توا من الدرجيح نمشيو لمامو وبعد نطلع الفرش نقيلو. نحب ماما تقيل معايا. اي بيان فولا. هاوكا عملت لك البرنامج نتاع العشية الكل. حمادي سيسها بشوية كانت حابة تستانس بيك. لما حرزية قالوا لو كنا نعملوا العرس في الصيف الجاي مع جوا جويليا. لواه الصيف الجاي؟ نزيدوا نستناو قريب عام آخر؟ لا لا حتى حمادي مستعجل. ماذا بيه قال لك في 3-4 أشهر يتم. تقول انت هكيك مع ربيع. اما ان شاء الله عاد ما يجيناش يرعد وتراشا. لويه الزربه مو حتى يزيدوا يعرفوا بعضهم. واه يا زيني عايشك بلا يعرفوا بعضهم. وما توا ما عرفوش بعضهم. سي حمادي اش قول لكم كان نسهروا ليله في المسرح فما حفله الهام وجدي حاجه هايله ياسر. انا هي اكل روب نتاعها كلهم ديمودي. بربي شكون يلبس فيها هذيك؟ شكون يلبس فيها؟ تلبس وحدها. نتكلم فيها على الفن وهي تحكي لي على الأمور. بربي انا فن تحكي علي. هي عندها صوت بالكل. هي عندها زوج ثلاثة غنيات هكا ستيل قديم ولا تعلت على أم كلثوم. أنا اللي نستاهل. جاي نضرب في الرباب عندي للجمل. سافا علاقتك مع منال؟ يظهر لي سافا. هاكا ساعات تعطيني طرف من الجاتو نتاعها كي نبداو في القهوة وتقول لي يا مار ركبني على الحصان نتاعك. وساعات يظهر لي ما تكلمني جملة. شبيك ماما؟ كمل درجح بيا. واه 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 هاي رجعت تصيح من اول جديد الطفله تسمع فيها حمادي. تقوم يا ديني تلف ولفها بزوز كفوف يسرع السول راه. واه لا محزيه ولينا بالكفوف. تخش عليه لا جليله لويه الكفوف يا نانا. طب شنو اللي نصوتوا كي نظهر بوها؟ اخاي الازهر خطي وفين مكتوبه لغال؟ انا عمره لكن فما الاصوات لا شيء. شكون قالك هالهدره سي طيب؟ ما يقلب علينا الصحن انت. سي حمادي ما حدثتك على البيرو اللي باش نحلو في المانيا وعندي برشا مسارح في اوروبا يلزمني شكون تلهي بيهم وانت ما جاوبتنيش. انت مستعد تو باش تخدم معايا في البيرو هذا ولا لا؟ ماذا بيا سي طيب؟ ماك تعرف انا لاهي بالبيعه الاخرى.
المعمل بتاع دونديفريس. انا على ابواب فلسه ويلزمني نلقى شكون يشدوا علي. يلزمني نلقى روشين. تحط شي في بالك، انا نعرف واحد في السكتور مختص في شريان الافاريات الراكده تو يعطيك سوم به. ما يكون كان مضروب على راسه سي طيب. راهو ميت مش راكد برك، ما عاد يصلح لحد شيء. الراجل هذا اللي كلمتك عليه مهف تو يزرق له ويوقف على ساقيه. السيد هذا صحار وتعرفوا انت بالبدا، مبروك عليه. عندي قريبلات هنا شعبه ومساحي وبلات وماتريال، اما نمساح النجم نهزم وقت اللي تحب. الكيب ضيق ما يقضي حاجه عمي يوسف، ما صاب جي مع امراه صغيره هكا نصيبها في الخدمه. واش ندني من المعامير؟ الكيب هذه كنت نخدم فيها البطاطا وقت النجمه، ما هي بيتي في الدشره، ما نسكنش هنا. محلاها الطبيعه، وصاب منه بيتبايع على الرقوبه ونشبح الشمس عند التلازي. واش بدي تحلم انت؟ استنى حتى نتفاهموا في السوق مع سي يونس. عم يونس قديش نبعدوا على العمار؟ عندك من هنا البرج محجوبه 5 كيلومتر و15 كيلومتر للمسيكات. الميده بعيده من هني، كان واحد ظهر ليه باش يحفر بير. ها بنيت عمي نقول ليك فما الماء، ومن بعد تقول لي عم يونس كذب عليا. لا يا بنيتي، احنا ناس قلال واللي ثم تحبي على الماء. هاوينا هالواد لوط ما ينشعش حتى في الصيف، وثم العين الفوق في الجبل، اما يلزمك بدين وزايله. اسمي بركه يا عم يونس نقول لك الماء ما تخافيش. قلت لي لوطا فيها كتر ونص وبالوافي ثانا تزرعي البطاطا والقرع واللي تزرعيه يطلع خيرات من عند ربي. لا لا ما حاجتي بفلاح، انا نحب نعمل وبيتي تنحل لك هاو. تفصلنا هذه بلاد النحل. ابي وجدي وجد جدي الله يرحمهم جمليه ويرحم جميع المؤمنين، الكلهم كانوا يربوا في النحل، وكانك على السرحه الجبل بكله كليل وزعتر وشيح وريحان. والسوم عم يونس طالب فيها بضوعه ما يجفل منها كان اللي ما هو شاري. قول لي يا السوم ما تصعبش علي يا عم يونس، ربي يهديك. اعطوا فيها 3 ملايين. اش ثم 3 ملايين؟ التراب هنا لويز بري يمشي ينجدي على السوم، الارض هنا شعلت فيها النار، كنا عطى ربي ما نبيعش. اما انا يا ولادي هربوا علي لتونس وقالوا لي اقعد اشطح فيها وحدك. قلت لهم باللازمه الا ما نبيعها ونتدربها حتى انا ونشطح معاكم في تونس. انت ظاهر فيك بنت حلال، هاتي 3 ملايين ونص وحلال عليك. هكا ظهر لك؟ الله يبارك يا سيدي، الخطرة الجاية ندربوا للعدل. ان شاء الله مبروك عليك وتفرحي فيها بهات الراس. راسك حي يا عم يونس. هيا كريمة هيا نروح، ما عادش علينا وقت. شيش تقول لبايك؟ تاني سرك في بي، ما هي وليت راجل. صحيح. باهي هكدة لوتيلة. عجبتك؟ حتى من صباطك شيتوه ليك. أكونديسيون يكون عندك صباط بيان سور. الشيء هذا ما ينطبقش عليك لأنك حفيان بن حفيان. عاشور. رح عاشور. ايش بجيبك بجاه ربي بن قاسي بلاد بيك وجدك وستيلة متاعك وهامي في بلاد الناس اللي طلت فيك المغزل في قفص. لازم طايحة فيك دعوة والدي. والله لا تسخف. ما مش كان انت تسخف، حتى انا ثاني تسخف واعظم منك ثاني. غربة الزوز في بيت وتيل وكل غريب للغريب نسيبه كما قال ابن القيس يرحمه. تعرف يا ابن القيس؟ يا وقيل أمال الوتيل غادين في عدد النجوم. ولا تطلعش انت سيبت برغيثات في السرير ورحمة دبي وكان تثبت عليك التهمة الملوحة القطوس. عاشور عاشور واش تاكل عادة في الصباح؟ جيبك ديريكت كراسون؟ ما ادريش. اي انا خارجين ربي يعمل دليل. صباح الخير حسين. نهارك زين لازم. وينك يا راجل؟ شنو هذا اللي في القفص؟ اش باش نعمل ولد عمي؟ هاني وليت الربي في الهوش. شنو هي طلعه جديده هذه اللي طلعت بها؟ استنى استنى ساعه نقدم لك سي شكيب صناعي في الادويه، عنده معمل هايل ربي يزيدو. سي لازر عروش صديق وزميلي من وقت الدراسه في الليسي. ما نحكي لك شنو لازر، انا زولا ميكروبيولوجي. انا طلعنا في اختصاصات متقاربه سيدي، تشرفنا. وبيك سي شكيب
لم كنت نايف في الوقت الحاضر ناوي نربي الهوش حتى شي عمل ربي يزي ما تفدلك لازر شنية طلعة جديدة اللي طلعت بيها متاع الهوش هذي ومن قالك ناوي نفدلك هاو سبيسيمين ملي ناوي نربي عندي صاحبي اسمه المغزل قنعني بقيمة نواشة وكعيبة تسوى 50 دينار ولنثة تولد بالخمسة وستة في العام 3 ولا 4 مرات تصوروا انتوما 10 نيثي ومعهم ذكر تبحر الدنيا سافان بروغريسيون جيومتريك والشعار الاشهاري هامستيغ لكل بيت ونولوا نايو عاشور رجال اعمال سي شكيب نسيت باش نقول لك اللي سي لازار نومرو زادا سي ان اوريجينال اما ديح ام هجاء يا حسين انت تفدلك انا بنتي الصغيره عبدتني ومرجت لي حتى شيت الهواء بل من جد يا خويا كرينو يعطيك الصحه سي شكيب قراءتك للواقع الاقتصادي طبق قراءتي لو كان تحدثنا شويه على المعمل نتاعك اش باش يحثك واش باش يوصف لك لازم تعمل طلع المعمل بعيد 30 كيلومتر على العاصمه والله مرحبا شي يشرفني ياسر سي لازر شنو هي الاختصاصات اللي مارستها في الميكروبيولوجي درست خاصه المشاكل الاغرو اليمونتير الجوده والامان الغذائي وعندي خبره في مجال دراسه التسممات الغذائيه وعملت دكتوراه في الانزيمولوجي الى غير ذلك بالاضافه الى اهتمامات اخرى في مجال علم الاجتماع البيولوجي لازر عيب التواضع مازالوا برشا حاجات اخرين ما قالهم لكش مانيش عارف وقت الشرق ذا الانسان فريمون موسوعه علميه كان يقرر برا ويخدم ظهر له باش يرجع مازال فاكس في بوست صح الجامعه تركز في اساتذه علاش ما تقريش بصراحه عندي رغبه في البحث يلزمني لابوغاتوار لما حال البحث صعيب مع المشاكل العائليه لم كنت يعني نحاول ربي فرجها يا لازر ربي فرجها نايا حاله اجتماعيه لم كنت حاله متفائله ابروبو عندك طريف حليب للبكبه حتى هو ثانى حاله اجتماعيه منين باش نجيب له الحليب انا عندي كان حليب حكوكم تاع صغار انا فعلا متشرف بيك سي لازر بربي احسن نجيبه معاك نهار المعمل سي شكيب تنجمش تعطيني بقيعه في المخبر نتاعك نعمل فيها التجارب نتاعي وقتي حتى شرح مربي والله ايش باش نقول لك يا سي لازر كان بيودي اما الدنيا ضيقه عندي شويه متاسف لا لا متاسفش يا راجل الغالب انا نحاولوا حتى اللي نلقوا ابي وعلاش ما تعاودش عارفس لا لقيت امراه لا هكاك جاتني فكر فكرتك انت ولا بنت وضنك والله الا فكرتي انا بروحي يزي يزي من الحلفان كل حلاف كذاب اما كرهتني في النسوي انا يا عمري ما فهمت قد وعلاش متغرضين انت وام نحب نعرف اش دنت لك وانت على ديما على اعصابك تحب تعرف الله يبارك هات ونحكي لك اما عاد امك راهي عطاتك الفيرسيون تاعها امك تصنع ما يصنع ابليس مش ولازم العنف اللفظي ما كانش ما تحدثنيش عنف لفظي منين تحفظت هالكلمه هذه حتى انت قاري على مدبه كبيره قد ما عشنا مع بعضنا وامك شامخه في روحها بقريتها وسنيات الاولى انت ساعتها صغير ما تدريش كانت فرجتنا على ماتش هي تهز روحها وتقوم البيت اخرى زعما تقرا في كتاب كانت تلمينا مع ناس في البلاد ولا في تونس ما تجبد كان على المواضيع اللي نكرهنا هي تكره جيمس بوند ونايا هذاك اللي نحبه ثقافيا ما تقابلوش هيا قلنا على كيفها كل واحد وذوقها قالت لي ما تعملش ليا قعدات في البيت معناها ما نستدعيش احبابي واللي تقابلهم البرة قال كيفاش يزي باي الباقي نعرفه اش تعرف وليت سافرت لبرا قعدت 5 سنين منهم عامين مربوط قضاء وقدر ما لقيت حد يعذرني فك علينا باي من الماضي امك لزتني على المر حياتي فزدت كيف روحت لتونس لقيتها طلقتني وعملت قضية في إهمال عيال وطلبت إطلاق للضرر وحكمولها هذا الكل نامل على مش على الجيب كنت مربوط بنات الوصول يصبروا وجميلة ما صبرتش على جيب ماهيش بنت قصر بلحق أمك باش تشري وطيف يا برج محجوبة لا ما في علميش منو اللي قال ليك ريت كان حسباتك راجل راهو قالت ليك تحب تولي راس أمك أما أنا نكسر خولها الحمد لله عليك توضعت وجيتنا سي محمود احنا زادة راهو عدنا جو نحبوا العوادات والطرب ماذا بيه يصلح لك حويجس طيب أنا راهو غرامي بالأوبرا مش بالعوادات حربك ربي حقق كيفنا من عسكر الليل متاع إلهام وجدي الجو بدأ يسخن مرحبا بيك سي مراد مرحبا بيك في كلوب ليغانيار أنا متشرف ياسر نحب نعرف اش ربحوا شنو اش ربحوا يربحوا برشا فلوس مش كي همك أنت هاي سيدي نعطيك فكرة على نشاطاتهم سي محمود عبد العاطي يكسب 10 شركات في الصناعات الزراعية والغذائية ومازال يكسب سي عبد الجليل دوار مسيو بروبر يصنع في عشرات من الأنواع متاع العقاقر متاع التنظيف سي أبو بكر المسامح شهرة شايتلو
يصنع من شيطة السنين حتى البروس نتاع سبابت. سي طيب الشواشي عاد شيخ القاعدة وهو مؤسس الكلوب هذا. سي طيب تبارك الله يوزن 15 شركة، آلات فلاحية، مبيدات حشرية، وسائل إلكترونية إلى آخره، وخاصة عنده شركة بيستيكا تصنع وتورد وتوزع جميع المبيدات الحشرية بجميع أصنافها. فيتش من ريق تاو سي حمد، راب جماعة قابلين كان على خاطري. انت قول للسيد اللي انت باركونتر مك ربح شي وعندك معامل متاع دونت فريز قريب يفلس. تعرفوش السيد اللي قرت حنا شكون؟ انا ما نعرفوش. وش هيك الهيش اللي هززها معاه؟ الشيء اللي ما فيه الشك هو كونه قليل حياة إلى ينسال قول. غريب الرجل هذا، مجرد حضوره وفجر شحنة متاع عنف اجتماعي. أنا ما قلت ضده حتى شيء، بالعكس شوف اللي عنده حضور إلى ين بريزانس. يا ولدي خد ستيب هاك البقى أبوه خرجوا بالهولي. ستيب القانون يمنع هذا محل عموم، ما عنديش حق نطرد الكليونات. قلت لك طردوا من هنا بلا هدرة، ما كانش راك تخاف على خبزتك. سامحني ستيب، الخبز بيد ربي وما تعاش تهد فيه. بيك الطيب التو ما ولفتوا بيه، حاسب العباد حشرات وهو يذر عليهم في الغبرة. لما نحشيك في الحبس يا بانتي. شكون هو جلف سي طيب؟ كرهت اللي بنتي دقها ربي خذته. هذا اللي خبيته علينا وما استدعيتناش العرس على خاطر حاشم بيه. عندك الحق، الحمد لله نجلت القط وارتاحت منه. امشي عايش قينا من بلاد. انا نحب نفهم حاجه، لويش هز هالفرمعه؟ بالفعل بنادم لازم يتحرش كون الناس. خاطيني انا ما خديتولهاش، هي في سفره روحت لي بيه. برا عايش خويا، برا برا من غير مشاكل. هاي يمشي يقعد بعيد، هاو الوتيل تبارك الله طويل وعريض. تشرفنا فعلا كما تصورتك عاشور. هيا قول بونجور الخطيب مرتو بايك السابق. هاي نو مي سي با فري، شوفوا فيش قاعد يعمل. بربي كيفاش تصورتني ترا، كيفاش تصورتني تشبح فيها شوشو نتاع ميمتك فيش تهدد عليا باش تدني ليه؟ تو الراجل يخنق فيك ودي يعمل اللي يظهر لي. راني كنت نشط في جمعية ضد العنف، أملصني يهديك ربي. من نمر سكان ما تبدل فقيرتك من هنا داكوردو. باي أي أي راس مسيو دي دي تي، خاطر جاي كيف نجي نهار لحد نحب نلقى بنتي في الموعد كيما قال الحاكم. ما كانش نواصل الحملة التأديبية. هيا عشو نمشو. أو بليزير مسيو. قديش عندي مضحك تشرحك، ربي يعطينا خيره ان شاء الله. بركه طيب ونسيبه ما يشكوش بيك وتعاود تدخل الحبس. السلام عليكم. السلام. سيمه شوف جميله الشوشه لا يجيب لي سيترونات. انا كابوتشينو تاع الجاتو. عايشك. مصاب كل يوم عندي قضيه في تونس، خليني نبدل الجو ونقابل عبيد اخر. محليه منظر البحيره. تحبي نكرو فلوكه جميله ونحوسوا على البحيره؟ لا كثر خيرك.
نايل منظر يزين، لو كان تقلبوا الا ما نغرق في نص ميت. اوخ بالك في الامر هذا ما تعرفش تعومي؟ قومي تو اشري مايو قدامي على البيسين. يا راك فرح الازهر، نايا ناقصه مايوات وبيسيني توا بركه. ونفهمت اللي انت تعيسه في حياتك، ما تعرفيش احساس الانسان اللي هز المي وهو يحرك في ديه وكرعيه بحريه كيما الفتيس في كرشومه. عفت الازهر، الناس يشبحوا لي. اش عندنا فيه من العباد؟ عمرها ما شبح واحد يوم في الشايح. قلت وقتاش باش تطلع للبلاد؟ خليني نوريك تبت لوطالي باش نشريها. تعرف الازهر جايه بين جبل وواد وداير بها الزعتر والكليل. شنو اللي ليكم فلاحه اصلا؟ بعد احكي لي يا زعتر والكليل. مش حوالي الطاوس توحشيتك. نايا وياها يا مطلبنا ربي باش تولي لينا، نتلموا عيله على بعضان. يا اخي وليت تعدي بشهور في تونس الازهر، والله يحرم عليك. هيا خي يهديك، روح للبلاد وطلع على مينتك. مازال عندي مدني في تونس، ما نوسيكش. ردي بالك تقولي له اللي ربطوني في الحبس. ماشي في بالها نايا شخصيه ما نتربطش. لا تهني بركه، ما تنسانيش وتخطر في تونس. الازهر ما عندي في الدنيا كان انت وخالتي. لو كان يعرف محسن اللي انت واقف معي بالك يعف ويسيبني. ما تخافيش منه محسن، هو الجبناء اللي كيف هيستمد قوتهم من خوف غيره. محسن مش وجبان، محسن بسيكوبات وداير بمقرون. هي وفي لحظه ينجم يقتل بنات ومن بعد يقتل روح. والله اللي انت ظلمتيه محسن، ما عدتيش تكحلي عويناتك وتتبختري بين الحقول. لعل ربي يفتح عليه ويبرى منك. وفيتش من التبريج علي طبعا. واش رديتني لابس بوفينا؟ عايش. شكرا. ايش فيك كتير؟ عايش. نظهر خي ما عادش عليا بكري. يلزمني نروح، يلزمني ساعتين ونص في الثنية. ليش مروح؟ ما كي قلتي ولدك سبت واحد عنده بي. روحي غدو. واشي؟ نبات في تونس. وين مش نعدي الليل؟ أوخ اخي حاسب روحك في خنقة. راكي في تونس الأنسي خضرات الميادين كما قال الشاعر. هاي خذي بيت فوتي. واش بيك تشبحي لي؟ يا لالا خذي بيت فوتي الآخر غير اللي نايا ساكن فيه اتقاء للشبهات. لا انت جنيت. ماني قلت ليك محسن مفرعن بالخوف نتاعك. انت طلقتيه لما كنتي ما فربتيهوش في داخليتك كما الاسكلاف ما نجمش يفارق سياده. مادام عندك احساس اللي انت مش كتعملي في الدنيا لازمك تتحري داخليا، هذه مشكلتك الاولى. مادام لا تشري ارض وتربي النحل. ليه شيء بيت في تونس وخايف انا نعملها. الله يهديك الازهر، هكا تو قلبت لي مخي. اللي يتحمل مسؤوليه الحريه نتاعها يتقلب مخه ويربح مخ جديد. اعملها يا ليلى بيت في تونس في ضمان تربي وسيدي محرز، وان شاء الله الافاق تتحل قدامك. واش وليت تشالي بيدك؟ شبيك الناس يشبحوا لينا راه؟ يا بنتي ايش عندنا في العباد؟ هني حد ما نشد على حد. خي حاسبة روحك في قهوة السواف. وقيل مدني فيها العسل. فكرتني بالسفنج اللي كانت امك تدنيها الله يرحمها. والله ما عايشين فيها، كاني ساكنين على البحر. زيد دوكسي. إذا ما نلقاولوش تهاويل يوقفوا عند حد سي لازار عروش هذايا باش يقعد عبدنا حتى قيام الساعة. بلاك كيفاش تحب توقفوا عند حد؟ هذايا بالطفلة بنتنا، مادام هي عنا، مادام هو في جرتها بالحاكم. مصلحة الطفلة هو ونجلة لازم يلقاو حل. صعب طلعت عاقرة ولا جبانك في نجلة. اقعد شادها لي أنت. تخش عليها نجلة جبتها لك من دار بابا. لو جبت لك بعدها طفل وربي تفكروا. لازم تقشقش حناك، مش هذا موضوعنا. أنا نحب نحكي على المقاسية متاعي اللي خلت الناس بسي لازر عروش. سي طيب عنده حق. كيفاش نجله رقيقه والفينه تحط على جلف كيما هذا؟ والله ايش نقول لك يا سي حمادي، حتى الفينه ياسر ماهيش باهيه، تولي انيايه وتلعويك. بالله لا جليله من غير تعاليق فارغه. طيب شنو رايك زعما نشكي بيها؟ راه عطاني براس قعدت مصوني نقعد ساكت؟ يلزمني نشكي بيه. فمش انت بيدك قلت لي حمادي هو اللي بداور ميديا في خنق لازهره؟ يالو يضرب بدماغه، سي اون رياكسيون ديسبروبورسيوني. بارفيتمون، حبيت نبعدوا علينا. ما كنتش نصوروا عنيف للدرجه هذيك. سي ريديكول، الراجل مازال كيف خرج من بفرده تحبوا تشكوا بيه وتعادوا ترجعوه؟ نقص مدوه انت، حتى انا لحقت بيه الاهانه قدام حبابي. على كل حال نعرف شنو نعمل له لما ننفيه من البلاد. ملي انتم تشكيو بيه وانا نبطل من الماخذه.